السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ بالله عليك ما تقفلش غير لما اخلص الاسئله. الله يكرمك. الله يسلمك. انا خلاص حسب نوع السؤال لا اعدك سؤال. لا والله انا كنت بسالك على الحج من دقيقتين بس انا ما عرفتش اوصل لك. حضرتك يا فندم بسرعه. لا باس اذا سالت اسئله عقله مفيده سنجيب، غير مفيده سلامتك. الله يحفظك الله يحفظك. انا دلوقتي المبلغ بتاع اللي انا هدفعه في الموضوع بتاع الحج دلوقتي مش كامل كله تحت ايدي، فانا دي رويشه من الرويش بتاع الجماعه عندي. هاخد من والدي مبلغ وانا اديله مثلا والروشه تفضل معايا لحد ما اجي ابيعها واديله ليه؟ واديله ثمن الروشه، هل يجوز الصوره دي؟ طب انت اخذت او الحجه هتبقى كامله يعني اقصد ينفع ان انا اكون ثاني في حاجه جزء وما ارجع ارده؟ والعروسة موافقة تاخد غواشتها ولا انت اجرهتها ولا اجبرتها؟ لا لا ده برضاعة مولانا، برضاعة زي اللي قالت. والله الله يكرمها، انت طيبة كويس الحمد لله. يعني هتقترض من زوجتك غواشة ذهب وتردها ذهب اعلم اعلم. اكيد اكيد بس طبعا بعد مدة. اه بس شوف جرامات كم جرام ذهب حتى تردها كذا. انا السؤال يا سيدنا السؤال ان انا يعني انا هاخدها مش هبيعها النهارده، انا هطلع حج وانا عليا 20,000 جنيه لوالدي. ما في مشكله، عليا 20,000 جنيه من ثمن الحج لوالدي، فلما ارجع تكون الذهب سعره اتحسن شويه، ابيع الذهب وادي لوالي 20. ابوك موافق على هذا؟ هو موافق بس انا اقصد علي يعني ان انا اعرف ان الحج لازم يكون من ان انا اكون دافع فلوسه كله. لا 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 يلزم، يعني شخص اقترض للحج لا ما الله ينور عليك هذا السؤال. لا منع، لكن الاولى عدم الاقتراض وعدم الحج الى من استطاع اليه سبيلا. طيب الصيام سيدنا في الحج بالنسبه لان مش عارف اسوق الهدي، هل ينقص من الحج شيء ولا اكني استخف؟ لا ما في نقص ابدا ان شاء الله. صيام السؤال بقى سؤال بعيد عن الموضوع. في دلوقتي ولد كان جماعه من الناس يعني ما نقولش اتبنوه، هم اخذوه ربوه الكلام ده والولد كبر والحمد لله تزوج، على هم زوجوه وجابوا له شقه وكل شيء. ال هي دي كلمه عمته اللي هو اللي هي ماتت دي عمته كويس؟ فما دي ماتت من كام يوم، فدلوقتي هو الراجل زوجها بقى اللي هو يعتبر ابوه يعني. اصبر، كان لقيط ولا كان ايه ده؟ لا مش لقيط، ده هو ابن اخته، ابن اختها. ابن اختها يعني ابن اخته، ابن اخته ابن هو تبقى عمته، تبقى عمته. ابن اخوها يعني. ابن اخوها الله ينور عليك. واحد مات وعمته اخذته تربيه وبعد ذلك كتبت له شقه واكرمته وبعد واتجوز وكل حاجه تمام. طيب السؤال دلوقتي واضح، دلوقتي الراجل اللي هو جوز الست اللي توفت دي دلوقتي، الراجل طبعا ما يعرفش يخدم نفسه وراجل كبير جدا في السن، ايه وضعه مع زوجة الولد اللي اتزوج ده بقى؟ يعني هم يعيشوا في عيشه واحده والدنيا كده وخلاص ولا ايه؟ ايوه يعني انت تسال زوج عمة الولد. ايوه الله ينور عليك. بس هو اللي ربى الولد ده، يعني الولد ده لولا ان الراجل ده ما كانش هو عمل اي حاجه في دنيته. لولا ربنا طبعا. اسكت بقى خلاص. اتفضل يا سيدنا اتفضل. زوج عمتي. زوج عمتي. ايوه. هل هو محرم لزوجتي؟ هذا السؤال باختصار. صح؟ ايوه. ايوه. ليس بمحرم. طب لو في ظرف يقتضي زي كده مولانا، هل رضعوه في الصغر؟ لا، المرأة رضعته في الصغر؟ لا خلاص، ملوش أولاد أصلا، هو راجل ما بيخلفش. كم عمر الشايب؟ الراجل عمره حوالي 70 سنة، 72 سنة. نشط ولا خربان؟ من غير يربى من رجال أو قوي؟ خربان خربان خربان، أو التابعين غير يربى من الرجال، مش فهمتك. السلام عليكم. وعليكم السلام.